للحديث عن التطورات السياسية في تركيا والمنافسة بين الأحزاب التركية تحضيرا للانتخابات المزمع عقدها في حزيران المقبل وأمكانية تقديمها، معنا من إسطنبول الكاتب والصحفي التركي السيد جلال ديمير. سيد جلال، بداية مرحبا بك. بما تفسر هذا الحشد المبكر ربما إن صح التعبير؟ هناك 5 أشهر على وقت الانتخابات، يعني الائتلاف الحاكم والمعارضة يعني يحشدون خلال هذه الفترة بقوة، ما هو التفسير لذلك؟ أهلا وسهلا بكم وللمشاهدين الكرام. طبعا السياسة في تركيا هي دائما تكون حارة، في كل الدول تكون أجواء السياسة تكون حارة، وفي تركيا خصوصا هذه الانتخابات ممكن أنه مهمة بالنسبة للمنطقة أيضا، ولذلك الأجواء السياسية في تركيا بطبيعة الحال عاديا تكون الأجواء حارة، أجواء سياسية، وهذه الانتخابات بسبب أنها لها أثر على المنطقة، على الشرق الأوسط، أظن أنه هذه الانتخابات ستكون لها أثر في الأجواء أو في السياسة، في السياسة الإقليمية. فلذلك من الآن بدأ بعض النشاطات السياسية أو بعض الأعمال السياسية أو التطورات السياسية للأحزاب في تركيا. بصراحة يعني الديمقراطية هي هكذا، الأجواء تكون إيجابية في البداية، وكل الأحزاب تعمل تبدأ بي 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 تبدأ بعمل نشاطها السياسي في الساحة السياسية حتى يقترب وقت، حتى يقترب الانتخابات. طيب ولكن نعم، في تركيا يعني حاليا أصبح الحكومة يعني الحكومة الائتلاف والمعارضة صار كأن حزبين، لأن جميع الأحزاب المعارضة كما تعرفون الطاولة الستة هي اجتمعوا مع بعضهم ضد الحكومة الحاكمة أو الائتلاف الحاكم. فنستطيع أن نقول أن الأجواء السياسية في تركيا ستكون حاليا تظهر أنه إيجابي. طيب نريد أن نفهم أكثر سيد جلال ديمير، يعني لماذا تريد المعارضة التركية تقديم موعد الانتخابات لما قبل 6 نيسان؟ يعني هو هناك خوف بصراحة دائما في تركيا بطبيعة الحال. الانتخابات السابقة أيضا كانت دائما المعارضة التركية تطلب بتقديم الانتخابات، والسبب الأساسي في ذلك الخوف من الحزب الحاكم على أن تتطور أو تعمل أكثر، وهم يظنون أو المعارضة تعتبر أن حالها جاهزة للانتخابات ولا تريد أن تتأخر الانتخابات، لأن ساعات أيام أشهر مهمة بالنسبة للانتخابات في تركيا خصوصا، لأنه يمكن أنه يعني يتغير الأجواء السياسية في يوم أو يومين أو 3 أو أكثر. فلذلك المعارضة حينما تحس أنها جاهزة للانتخابات تريد أن تقدم، ولكن لا أظن أنه ستقدم بهذه الدرجة. ممكن أنه لأن الانتخابات تأتي لإجازة فصل طيب سيد جلال، الدراسي، تأخير ممكن أن تأخير المعارضة للحكومة أيضا تأخير المعارضة مرشحها للانتخابات ألا ينضوي على خطورة أمام الائتلاف الحاكم الذي رشح أو قام بترشيح ترشيح أردوغان؟ يا ترى ما هو سبب تأخير المعارضة لمرشحها؟ هو بكلمتين ممكن أن نكون عدم الاتفاق، لأن التوازن بين الأحزاب أو التوافق على شخص بين الأحزاب المعارضة هي صعبة جدا، لأنها فيها وسطيين، فيها يساريين متطور، فيها وسطيين، فبسبب فيها محافظين متدينين. فلذلك تعيين شخص وسطي يمثل جميع الأحزاب المعارضة هذا ممكن أنه يكون صعب،
على سبيل المثال حينما يكون المرشح من حزب الجهابي فباقي الأحزاب لا يتفقون على هذا الاسم لأنه يكون يساري محض. وهناك مثلا مستر داوطول أو مستر علي باباجان هم من بيئة محافظة أو من بيئة معتدلة، فلذلك تثبيت الاسم. حتى البارحة كان هناك اجتماع طويل تم يعني لمدة 6 ساعات ولم يتم التوافق على اسم للترشيح في الرئاسة. اعتراف زعيم حزب السعادة المعارض بأن الفوز لن يكون حليفهم في حال ترشيح أكرم إمام أولو، إلى أي مدى يعني يعكس مخاوف من تجديد ثقة الناخب التركي من جديد لأردوغان؟ يعني هو أكرم إمام أولو ممكن أنه هناك كان تلاعبات سياسية بأن يكون أكرم إمام أولو هو المنتخب للرئاسة، والفترة الأخيرة كما تعرفون صار هناك توجه وإقبال كبير على أكرم إمام أولو، واتفق جميع الأحزاب على أكرم إمام أولو، وحتى يعني أصبح هناك سيناريوهات يعني أو تم ترتيب سيناريوهات لكي يتم الموافقة على أكرم إمام أولو. الفترة الأخيرة تم إعلان أو القضاء أعلن على أنه ستحبس أكرم إمام أولو، أصلا هذه كان مخطط وكان ليس بإرادة أو بعلم للحكومة، فكان تم تخطيطها من قبل المعارضة أن يظهروا على أن إمام أولو هو مظلوم وسيسجن لكي يكون له شعبية على المجتمع التركي، ولكن لاحقا اكتشف أن هناك تلاعبات سياسية حول ترشيح أكرم إمام أولو للرئاسة فتراجع الموضوع. بصراحة المعارضة لم يتفق أيضا، مبدئيا كان هناك التوافق الاتفاق على أكرم إمام أولو، ولكن بعد اكتشاف هذه الخطة هذه اللعبة هناك أصبح تراجع في ترشيح اسم أكرم إمام أولو للرئاسة. نعم، الكاتب الصحفي التركي سيد جلال ديمير كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم.